الار جي دي بتعتمد دي حقنه تحت الجلد ار جي 101 دي بتعتمد مش تشتغل على الفيروس لا دي بتموديفاي او تنظم جهاز المناعه واخد بال حضرتك ولقوا مش بتستخدم لوحدها يعني انا بدي الحقنه دي تحت الجلد وودي العلاج اللي هو الدي ايز لمده شهر مش مده بقى 3 شهور على الاقل لا لمده شهر وودي حقنه تانية في تجربه اتعمل كده وطلعت نسبه الاستجابه 100% فهنا بتدي مؤشر انها فعلا دي بدايه دخله جديده ان انا اقصر مده الايه العلاج بس احنا دلوقتي ما زال في الايه كلينيكال ترايل فدي دي ما زالت يعني مش دواء مثبت عالميا لا لسه ما زال لسه مبتدا دوت كوم